كبير في عالم الغناء وحازم امام كبير في كره القدم طول النهار. اقول له مبروك، وانا شخصيا بحب حازم وجاي له مخصوص يعني انا من هواة حازم امام. نصيحتك يا عمرو النهارده لحازم امام؟ لا هو مش محتاج نصيحه، حازم امام ما يطلعش من الملعب عشان ما اكمل فرجه على التلفزيون على طول، طول ما بيقعد في الملعب انا فاتح التلفزيون. طب كلمه في ودن حازم امام في بدايه حياته الزوجيه. هو انا وجهه نظري ان ده شخصيه قياديه، شخصيه تقدر يعني ما اقدرش اقول له، هو عارف كل حاجه. اعتقد ان حازم بالبلدي كده يعني كلنا عارفين ادبه واخلاقه واحترامه، فهو قدوه من غير ما حد يقول له حاجه. طبعا انت قدوه للشباب يعني كلمه احنا برنامج كوره مدريد. اتفرج عليه؟ طبعا. كلمه لبرنامج كوره مدريد. اولا انا بتفرج عليه وبحترمه وبحبه جدا وانا مش رياضي، انا نفسي ابقى رياضي عشان اروح له، لان انا من متتبعينه جدا، فبشكركم ان انتم دخلتوني وبقيت في البرنامج. شكرا. ابو سعيد ابو سعيد.